باب الخراب قاعد وايدي على خدي ما يرضى ادري والدي يتركني وحدي عم لو رد من غيابه شنو يا رقية ارد اراوي هالخراب انا رقية انا رقية تقولها عمها يعني رقية طفلة المسبية رايح الباب الخراب بلكي لن بيجي انا اول وحدة ريدي حط ايدي بيدي ارد اقول شلون صحتك ارد اقول شلون بو يا حسين ارد اقول شلون صحتك شو بطيت علي من السفر كل من يجي يا عم تعبان بالما يريد استقبله أدري بعطشان وخاف أزيد أنا بعذابه ليش أرد راوي هالخراب أنا رقي تقولها عمه عما كل ما عنا أسألك أنت قلت مسافر من غياب اليوم يرجع لو يظل الباكر والله آخر مرة شفته كان يوم العاشر والله آخر مرة شفته كان يوم العاشر شلون يبعد يدري بعده أكسران الخاطر بحضنه غفيت أنا شكثر من كان موجود تراب الخرابة ردت قله تجوي الخدود نومي صار على التراب وارد اراوي هالخراب اني رقي تقولها بعد لو اجا باكر ابويا عم شوه حليها وين يقعد والخراب فراش ما راح افرش لعباتي ولازم تغسليها ليش راح افرش لعباتي ولازم تغسليها حتى ثر صوت السباني ما يظل عليها لا ما اريد ينفجع من بعد الغياب ما راح اراويه اذني اغطيها بالحجاب وخوف ازيد انا بمصابه راح اراويها الخرابه وبعد شو تقولها تقولها ان كان ما يرجع اريده حتى لو بطيوفي لكن يا عمه يا زينب حل إلي شوفي من دخلنا الكوفة عمي عتني حين الكوفي جفوف طبع الحمل بيهن وانا ضم جفوفي آه يا
عمه بس لا ينتبه من الزم الراس لو شاف دي ينجرح أدريب حساس واجب أنا أحسب حسابه أرد أراوي هالخرابة أنا رطية.